احنا اصبح الملك لله ولا اله الا الله، سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق التوفيقيه يوم الاربعاء معاكم قناه المواشي، اليوم يوم 24/5/2023، وتعالوا شوفوا اسعار العجول، الذكوره، الجاموس، اللحم. الله اكبر، صباحكم ابدا رجال، الله يقويكم ويعينكم. بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا معلمي. صباح الفل. كم الذكر ده يا صاحبي؟ 43000. 43000، الله يبارك لك. منين يا معلمي؟ من طنطا السبربيه. يا طنطا؟ طنطا السبربيه، الله يبارك لك. عنيش ونهارت من البحيره يا معلمي، يعني شغالين في الدكوره دول يا معلمي؟ موجودين عندكم؟ نحن موجود يا بابا، موجود. طب ادينا الرقم، انت ماشي كده. 010 9 1 2 1 2 2 7 2 7 5 1 0 5 1 0. الغربيه وتجار الغربيه اللي منورين في السوق. بس اللي هيروح هيسيح لكم وحال الجميع يا رب، توصلوا بالسلامه. واكبر لحم ده يا معلمي، طب يعمل 45 ابو العلا ما شاء الله، شاب لحم. الله اكبر، ما تعذبناش بقى لما نروح. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر، الخارج من سوق التوفيقيه. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، العجول، الذكوره، الجاموس، اللحم. اللهم صل عليك يا نبي. الاسعار عامله ايه؟ يا ابو حمدي، يا ابو حمدي، يا عم حمدي، استنى ثواني جالك يا عم حمدي. الله اكبر، بسم الله. عم حمدي كل سنه طيب، عامل ياما العجل ده؟ عم حمدي عامل ياما؟ ألف. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، 50000 يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. عجل احمر جميل يا حاج، عامل كام؟ 17000 يا عم. اسكت يا عم، مفيش كلام ده. عامل ياما العجل ده؟ معلمي ايه؟ ايوه يا عم، عامل ياما، مش هيرضى ب 35000. الله اكبر، والله ما هيرضى ب 35000. ده بيتحكم على الزمن. والحاج بيقول 17000، اقولها العجل بيرضى لسه؟ انا بنجرب يا عم. اسكت ايه بس يا اخي، اتكلم اللي يرضي الله. عجل ب 40000 يا حاج، وما اندبحش لسه، عايز يقعد له 3 4 شهور. عايز يقعد له 3 4 شهور، بسم الله ما شاء الله. يعني صاحبه قال 50 وانت قلت 40، والراجل ده قال 17. ما وصلناش للحقيقه برضه. ايه؟ الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا ند، عايزين نوصلوا الحقيقه برضه ما وصلناها. الله اكبر، الراجل ده الله يقول لنا الحقيقه. الطيب عامل ايه يا العجل ده بالاماني؟ ده ثلاثة على بعض. الله يبارك لك، يعني دي يقعد بكام كده؟ والله ما نعرف نبيعهم. الله يبارك لك ويصلح حالك، ثلاثة على بعض يا جماعة، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. العجول، الذكورة، الجاموس، اللحمة يا جماعة، اللي على وشي لحمة، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله أكبر، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. البيع والشراء شغالة يا جماعة، بسم الله ما شاء الله. من بعد ياما ده صاحبي، السلام عليكم الاول. هو بيتفرج على اللحمه الاول حبيبي، هو بيتفرج على اللحمه كله. ايه والله لما يصور الاول، حلو يصور الاول في لحمه كده. لحمه بقى غاليه، يعني شايف في عين سمراء وعين بيضاء. عادي يعني مقدر، اصل اللحمه غاليه يا حاج. على الطلاق اللحمه لازم تبقى، لازم تبقى العلم الاولي. انت في عصر ابوك السيسي يا حاج. الله اكبر، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. عامل ياما دي؟ الله وكيلو شد ب 44000. 44 لسه من عيد حق. بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لكم ويصلح حالكم. والراجل دولي نص، ويبارك للي اشترى يا جماعه، على بركه الله ان شاء الله. الله يصلح حالكم، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. نعم لسه علينا قوم؟ انا رايح لهم. الله اكبر. لا عندي اجل لحم يتمسك فيه. الله يبارك لك يا غالي. اكتر من كده تجار ولا جنين يا صاحبي؟ ها تجارين والله، ده جزارين. الله يبارك لكم ويصلح حالكم، جزارين. الله يصلح حالكم يا غالي. اللايك والاشتراك لقناة المواشي اليوم عشان يوصلكم الأسعار يوم بيوم. أشكركم على حسن المتابعة داخل مصر وخارج مصر، ونسيبكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان بنباع ب20 دلوقتي ب44. أي والله يا عم، ربنا يرخيها على العباد. كل حاجة غلط يا حاج، ربنا يرخيها علينا يا رب. اللهم أمين يا رب العالمين.